ليست مجرد معاني قاسية أو مواقف عابرة، فما يتركه التنمر في النفوس قد يحوله من مجرد كلمات مؤذية إلى مشاعر مدمرة. فقدت ابني منذ 5269 يوما، تعرض للتنمر من زملائه في المدرسة وكان يبلغ من العمر 11 عاما، فقرر التخلص من حياته. بعدها قررت وزوجتي تأسيس هذه المبادرة في عام 2010 للتوعية بما قد يحدثه التنمر، ولأنني لا أريد أن يمر أي طفل بما مر به ابني. توفيت زوجتي بعدها بسبب الحزن على ابننا. أطفالنا يتعرضون للتنمر أكثر بكثير مما نتخيله، ولدي إحصائية موثقة بانتحار نحو 67 ألف طفل خلال السنوات الثمان الماضية بسبب التنمر. وعلى الرغم من أن التنمر ليس عذراً لارتكاب أفعال عنيفة كما تقول كريستي كينغز مديرة مبادرة ريتشل تشالنج، لكن القضاء عليه في المدارس يساهم في خلق بيئة صحية للجميع. جزء من مهمتنا هو الحد من مسببات العنف وفي مقدمتها التنمر الذي ينتشر بعدة أشكال في المدارس وعبر الإنترنت، ولا يتوقف عند قول كلمات مؤذية، بل قد يتحول إلى شجار عنيف أو إطلاق نار واسع كما نراه بين الحين والآخر في المدارس. لذلك نسعى لعلاج الأسباب للحيلولة دون وقوع مزيد من الضحايا. تشير الإحصائيات الرسمية في الولايات المتحدة إلى أن 20% على الأقل من الأطفال بين 8 و12 يتعرضون للتنمر في المدارس وعبر الإنترنت، ما يزيد عزلتهم ورغبتهم في إيذاء أنفسهم. نستند في هذه المبادرة على رسالة كتبتها الطفلة رايتشل التي قتلت في إطلاق نار بمدرسة كولومبيان الثانوية في كولورادو، كانت تأمل في نشر اللطف والود، واستطعنا أن نقدم تدريبات على مواجهة التنمر لأكثر من 30 مليون معلم وطالب في الولايات المتحدة، وتمكنا من الحيلولة دون انتحار 150 تلميذا، ولا نزال نواصل هذه الجهود لوقف التنمر والكراهية. وتشارك كثير من المنظمات غير الهادفة للربح في جهود مواجهة التنمر والكراهية في المدارس الأمريكية وتقديم الدعم النفسي اللازم للضحايا. ساهم نشر الوعي والمبادرات المجتمعية في خفض معدل تعرض طلاب للتنمر خلال العامين الماضيين في الولايات المتحدة، لكن المخاوف تزداد بسبب انتشار ميول انتحارية وعنيفة بين ضحايا التنمر. سارة نور الدين، الحرة، فيرجينيا.